خير يا كابتن، وحشتنا يعني، بقالنا كتير طبعا ما شفناش حضرتك. سريعا هنتكلم على المنتخب، يعني اكيد تابعت مباراه منتخب زامبيا. تقييمك للمباراه من النواحي الفنيه، الشكل اللي شفت عليه شكل المنتخب مصر، وايضا رؤيتك لمباراه الجزائر، اعتقد هتبقى بروفه قويه جدا للمنتخب المصري. وبدايه طبعا المباراتين مهمين جدا في مسيره المنتخب، لان احنا عندنا استحقاقات قريبه جدا، سواء أمم الأفريقية أو سواء تصفيات كأس العالم. أنا شايف المباراة دي كان الاستعداد أقوى من مباراة تونس، بحيث إن كان في معسكر كويس في دولة الإمارات، المحترفين كلهم كانوا موجودين. التجربة مفيدة جدا جدا للمدرب قبل اللعيبة، عشان في بعض النقاط وبعض الحاجات اللي هو بيقف عليها، لأن هو عنده مباراة قوية جدا الفترة اللي جاية. فريق زامبيا المجموعة بتاعتنا فيها مجموعة القارة السمراء، فيها فرق من أفريقيا، ما فيهاش مثلا حد من شمال أفريقيا. فالتجربة كانت مع زامبيا كانت يعني كويسة جدا جدا، وفيها فايدة للمنتخب كاحتكاك وطريقة لعب وكأداء اللعيبة، لأن أنت هتقابل الأفارقة غير ما تقابل شمال أفريقيا. اليوم عندهم قوة وعندهم سرعة أكتر وفي التحامات، فبرضو اللي هتبقى النتيجة الإيجابية من المباراة دي في صالح منتخب مصر. المباراة كان الشوط الأولاني كان برضو ضعيف جدا، لأن بالنسبة لنص الملعب زي ما حضرتك عارف ما كانش في حد بيكمل مع الثلاثة اللي قدام. لما يكون في حد زي مثلا لو إمام موجود، لو زيزو لعب في الحتة دي عنده سرعة الحركة، لأن الناس اللي فوق دي مظلومة، ان انت تبقى ما فيش ترابط في الخطوط بينهم وبين الناس اللي تحت، فما فيش حد بيغذيهم، ما فيش شغل كتير، فبالتالي الشوط كان سلبي شويه. الشوط الثاني لما حصل تغييرات، مش بقلل من الناس اللي موجوده طبعا، انني بقى له فتره كبيره ما لعبش، وبرده تجربه كويسه ليه ان هو احتك والمدرب اطمن عليه. بس انت المباراه دي بتفرق برده في النتيجه، النتيجه عامل اساسي بالنسبه للعيبه والمعنويات وبالنسبه للمدرب. ما ينفعش انت تلعب ماتش او ماتشين وتتغلب، دي بتعمل احباط للمنتخب. وبعدين انا عايز اشوف المنتخب يبقى ليه شخصيه. شخصيه المنتخب بتيجي مع التجانس، مع مباريات كتير وديه، تجمعات، تجمع زي ما قلت لحضرتك بيفرق مع المدرب. فالشوط الثاني لحد ما الطريقه اختلفت شويه، وكان في مسانده، بدليل ان اللي جاب الجون حمدي فتحي. حمدي فتحي بيلعب في نص الملعب، وفي اخر الماتش راح زيزو ناحيه اليمين وعمل كروس، طلع حمدي عملها بدماغه، هدف جميل جدا يعني. بيعطي معنويات وبيدي ثقه للمدرب وللعيبه. المباراه زامبيا انت استفدت منها بدنيا واحتكاك قوي، اكيد تختلف عن مباراه الجزائر. مباراه الجزائر اللي هي المفروض بكره، الجزائر فريق كورته عاليه جدا، محترفينه كتير، عنده ما شاء الله ما شاء الله، ومعاه مدرب وطني جمال بالماضي، وعنده لعيبه مميزين جدا جدا. هتلاقي بقى في حاجات فرديه وهتلاقي في حاجات جماعيه، احنا نستفيد من المباراه ممكن غير مباراه زامبيا دي. احنا قفلنا مباراه زامبيا، فالجزائر جاي برضو عايز يعمل مباراه كبيره ضد منتخب مصر، زي ما نوند اتفضلت، عنده محترفين وبيلعبوا في دوريات قويه جدا، هتحس ان الاداء قوي وهتحس المباراه، لان برضو فرقه زامبيا كانت بتلعب في التلت اللي تحت شويه خانقين منتخب مصر، ما كانوش بيلعبوا مفتوح، يعني ان هجماته وبتاع عشان انت تلاقي مساحات لصلاح ومصطفى وتريزيجيه، لا دول بيلعبوا كره زي بتاعتنا، هتلاقي في مساحات عند لعيبه الجزائر، بس مساحات مش هتبقى كتير، لان هم برضو هيمتلكوا الكوره، ان عندهم لعيبه وعندهم فروقات فرديه. فان شاء الله احنا بحيث المدرب لازم يعمل حساب المباراه دي كويس جدا جدا، والتشكيل اللي هو الامثل ليها لو في حد بعيد ما يشركوش. صحيح، انت مطلوب منك مجهود بدني، مطلوب منك قوه في الاداء، عشان ده منتخب مصنف، ولازم احنا كمان نظهر بالمظهر، احنا عشان الفرق بعد كده لما تلعبنا في الامم الافريقيه او تصفيات كاس العالم عارفين قيمه مصر. فانا شايف ان دي مباراتين كويسين جدا جدا لصالح المنتخب.